وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم احضروا صهيون أرباب المخاطر. هذا هو شريط الفيديو الذي ينشره المكتب الإعلامي لألوية الناصر صلاح الدين الذراع المسلحة للجان المقاومة الشعبية. أبو عبير الناطق بلسان ألوية ناصر صلاح الدين يصرح ويقول بأن هذا هو الرد الأول وبأن المفاجآت على الطريق. أعلن ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين مسؤوليتها الكاملة عن تفجير جيب صهيوني شرق بلدة القرارة صباح هذا اليوم، والذي أدى إلى مقتل 2 من الجنود الصهاينة، من بينهم ضابط برتبة عقيد بحمد الله تعالى، وإصابة الآخرين